مرحبا، أنا أدهم، وأكيد أنك شفت هذا الصندوق على الأقل في أي مكان. إذا ما كنت شفته فعلى الأقل لابد أنك تكون سمعت عن هذه النظارة. نعم، هذه نظارة سناب، شركة سناب الجديدة اللي عندهم تطبيق سناب شات، وهذه النظارة اسمها سبكتيكلز. راح تفيدك في ثلاثة شغلات تقدر تسويها بالنظارة ما تقدر تسويها بجهازك الجوال. أول شغلة، لما تبغى أنك تتفاعل مع الأشياء اللي حولك، مثلا بهذا الفيديو لما استرجل دمي على أسدي الصغير وهو طبعا يتحاول يتحملني، فهذه اللقطة ما تقدر تاخذها بنفس هذه الجمالية وهذه الروعة لما تحاول تصور بجوالك. الشغلة الثانية، لما تحاول تصور يومياتك، هذه النظارة راح تفيدك بشكل كبير جدا. مثلا لما اقوم الصباح واسوي قهوتي وبعدين اخذ فطوري واطلع اي مكان واروح البنك واسحب رقم وبعدين ما يخدموني لانه فجأة الموظفين قاعدين يبغون يسولفون ما يبغون يخدمون الناس. على كل، فمن ناحية اليوميات فهي جدا مفيدة. والشيء اللي يفيد اكثر في موضوع اليوميات هو انه الكاميرا تقريبا على نفس مستوى العين، فبالتالي لما تشوف الفيديوهات بعدين او متابعينك في سناب شات يشوفون الفيديوهات بعدين يشعرون كأنهم هم الشخص اللي قاعدين يمشون وقاعدين يطالعون يتفاعلون مع الفيديو، فبالتالي بتصوير اليوميات نظارة جدا خرافية ورهيبة بصراحة. طيب، تدري الشيء الثالث الرهيب في النظارة اللي ممكن تساعدك فيه؟ هو لما تسوي سوشي. كم مرة في حياتك سويت سوشي؟ والله استبعد، اتوقع ولا مرة واحدة حتى. ولكن مو هذا المقصد، المقصد انه لما انت تكون يدينك مشغولة، سواء كنت قاعد تسوي رياضة، سواء كنت في المطبخ، سواء كنت في اي شيء في حياتك تسويه بشكل يومي ودك تصوره وتشارك فيه الناس، فنعم راح تفيدك. حتى لو يدينك مشغولة، حتى لو يدينك وسخة مثلا أو قاعد تسوي أي شيء، وراح تطلع بشكل رهيب جدا وتشارك الناس لحظة بلحظة أنت إيش قاعد تسوي. طيب، أنا قلت ثلاثة بس أعطيكم واحدة رابعة. هذه الرابعة خلونا نقول هدية مجانية، وهذه مخصصة للناس اللي يستخدمون أندرويد. أنت الآن بدل ما تقعد تعاني هل هذا الجوال يصور كويس في أندرويد أو لا، بكل بساطة تقدر أنك تأخذ النظارة عند توافق كبير مع سناب شات وتصويره كويس وممتاز جدا في سناب شات، وفيه مميزات راح تشوفها بهذا الفيديو، وبالتالي مو بلازم انك تغير الجهاز اللي فيه نظام اندرويد اللي انت تحبه. بالنهاية سبكتيكلز هي تعتبر نظارة، ولهذا تصميمها مهم جدا. أولا هي متوفرة بثلاث ألوان، أسود أحمر ولون قريب من الأزرق. بالصور والفيديوهات لما كنت أشوفها كنت أحس النظارة كبيرة، لكن بالواقع اكتشفت أن العدسة نفسها أصغر مما تبدو عليه بالصور، وهذا شيء مهم عشان لما تحاول تشوف هي تمشي مع وجهك أو لا. الشيء الثاني هو أن التصميم، لاحظت بأنه سناب شات مسوينه بطريقة حاولوا قدر الإمكان أنه يكون يناسب الأكثرية، لأن حالياً ما عندهم إلا نظارة واحدة وبتصميم واحد. طبعاً وجهي أعتبره صغير، ما هو من النوع اللي يركب على أي نظارات جديدة، خصوصاً لما نتكلم عن النظارات الكبيرة ما يركب عليه بسرعة. ولهذا لما كنت ناوي أني أطلب نظارة سناب شات أو أشتريها لي، ولما جيت أجربها حتى يعني ما كنت متوقع أنها راح تكون كويسة علي، لما لبستها لاحظت أنها يعني مقبولة يعني، فبالتالي أفضل مما توقعت على الأقل. النظارة شمسية، وللأسف إذا نظرك ناقص فيمكن ما تلقى أحد محلياً يسوي لك قزاز الطبي، والسبب أن في أطراف للقزاز مقصوصة بشكل غريب عشان يتناسب مع القطع اللي موجودة على النظارة. لكن كان في شركة ذكية أعلنت أنها تسوي قزاز طبي للنظارة وبجودة ممتازة مخصصة لأن نظرهم ناقص، ورابطها موجود بالوصف، لهذا هي فرصة ممتازة للي نظركم ناقص. بالأمام عندك دائرتين صفراء، بجانب واحد فقط هي اللي موجودة فيها الكاميرا وهو الجانب الأيمن، بينما الجانب الأيسر في عندك إضاءات، وهذه الإضاءات ما نقدر نسميها شاشة ولكنها تفيدك بأكثر من طريقة. أحد فوائدها هو أن تعلمك كم باقي فيه بطارية بهذه النظارة، وهذه نقطة مرة مهمة. كل اللي عليك بس أنك تنقر نقرتين بصبعك راح تولع البطارية وراح تقول لك، لكن مشكلتها انه وانت لابس النظارة ما تقدر تشوف كم باقي من البطارية، فبالتالي لازم تفسخها وتشوف. فهذه كان نوعا ما موضوع عيب، ما ادري اذا فكروا فيها سناب شات او لا، بس اعتقد شخصيا انه لازم يحسنون الحركة شوي عشان تعرف البطارية. اما بالجهة اليمين اعلى الكاميرا راح تلاقي زر، واللي بمجرد ما تضغطه فانه راح يبدا يصور وراح تولع لمبة بالامام تنبه الناس انك قاعد تصور، وهذه شغلة جدا ممتازة بل جدا مهمة ان سناب سوتها. إذا ضغطت الزر النظارة ما تصور إلا فيديو واحد مدته 10 ثواني، ولكن إذا كنت تبغى تصور أطول فإنك تقدر تضغط مرتين أو 3 مرات عشان تصور إلى 30 ثانية وراء بعض، وبعدين النظارة تقسمها كل 10 في سناب لحالها. أثناء التصوير نفسه في إضاءة داخلية تشوفها بطرف عينك تعلمك إنه الكاميرا قاعدة تصور، وإذا بقى ثانيتين على الفيديو فإنها تبدأ تأشر، وبهذه اللمسة الذكية
بتعرف إذا سبيكتكلز باقي تصور أو وقفت. الفيديوهات اللي تصورها سبيكتكلز تجي دائرية ومميزة، مو مربعة مثل أي شيء آخر بالحياة يصور. وممكن تستغرب البداية ليش دائرية وليش هذه الفكرة، لكن هذه الفكرة بحد ذاتها ذكية جدا. والسبب وأنك لما تحاول تستعرض هذه الفيديوهات بجوالك وبعدين فكرت تقلب جوالك، فإن الفيديو راح يشتغل على كل الجهاز سواء بالطول أو بالعرض، وبالتالي حتى ممكن تشوف محتوى أكبر بقليل في الأطراف، وبالتالي متابعينك بسناب شات راح يستمتعون وينبسطون من هذه الحركة، وحتى أنت راح تنبسط فيها. لو خلصت البطارية فكل ما عليك هو أنك تحطها بهذه الحافظة الصفرة اللي تيجي معاها، واللي تمسك النظارة فيها عن طريق المغناطيس وتبدأ بالشحن مباشرة. هذه الحافظة تقدر أنك تشحنها عن طريق مدخل خاص فيها، وفيها زر بالجنب يعلمك كم المتبقي من البطارية. وهذه فكرة هذه الحافظة جدا جدا رهيبة، لأنك أول شيء تقدر تستفيد منها بأنها قاسية وتحمي نظارتك خصوصا إذا طاحت أو شغلة. الشغلة الثانية تفيدك بفكرة الشحن، تقدر أنك تأخذ هذه البطارية فقط معك، ما تقدر تأخذ أسلاك ولا تقدر تأخذ أي شيء ثاني، ومجرد ما تنتهي النظارة بس تحطها في الحافظة عشان تحفظها وبنفس الوقت تشحنها. لما نجي لتطبيقنا سناب شات نفسه اللي موجود في الجوال، فإنه بعد الربط مع النظارة راح تلاقي قسم خاص بنظارة سبيكتكلز يقسم لك السنابات اللي صورتها بحسب اليوم، وهذه حركة رهيبة جدا للي يحبون يصورون يوميات. بنفس الوقت تقدر انك تستعرضها كل سنابه بشكل منفصل. لما تصور النظاره ما ترفع الفيديوهات مباشره على سناب شات ابدا، بل تعطيك انت الخيار هل تبغى ترفعها للناس او مجرد انك تحفظها في جهازك. بالوقت نفسه تقدر انك تعرض اي سنابه، تعدل عليها، تحط رابط، تحط الفلاتر مثل اي سنابه عاديه، او حتى تقدر تحفظها على جوالك بدون ما ترسلها. النظاره فيها مايك ويسجل الصوت بشكل ممتاز جدا اثناء التصوير، لكن العيب النظاره بالنسبه لي هي المزامنه، واللي احسها تحتاج وقت طويل نسبيا، واتوقع ان سناب لابد تحسن طريقة المزامنة بين النظارة والجوال. عدا عن ذلك النظارة خرافية ورهيبة جدا، خصوصا للي يصورون بكثرة في سناب شات، اعتقد انها افضل قطعة تقنية جربتها خلال 2016. لكن اللي ما يحب يصور وبس يدخل سناب شات عشان يستعرض وش صوروا الناس، اعتقد انها ما تناسبه. النظارة رهيبة جدا بالتصوير، وبصراحة ما فيها شاشة مثل ما يتوقع البعض. طيب كيف تشوف الشيء اللي انت قاعد تصوره؟ العدسة اللي موجودة هنا هي وايد انجل، يعني واسعة، فغالبا اي شيء انت قاعد تشوفه بعينك هي راح تصوره، ويمكن تصور مساحة اكبر، فلا تخاف ما راح تفقد شيء من اللي تصوره. ولا النظارة ما تخليك تشوف الناس مفسخين. ولا تستغرب من اني طرحت هذه النقطة، لانه فعلا كل ما شافني واحد بالنظارة يقول طيب تقدر تصور الناس وهم مفسخين؟ لا ما تقدر تشوفهم مفسخين يعني. لكنها بالوقت نفسه لا تنسى انها تعتبر نظارة شمسية، فبالتالي انت لما مثلا تحاول تستخدمها بالليل حيكون شيء غريب جدا، مع اني سويتها شخصيا، اخذتها امس بالليل ورحت محل سوشي وجلست اصور، والناس جالسوا يطالعون فيني، واحس انهم جالسين يقولون وش جو هذا اللي لابس نظارة شمسية بالليل وما في شمس، ولا وبعد جوا محل، ويعني ايش قاعد نسوي في حياتك انت؟ اما سعرها فهو 130 دولار اللي يعادل تقريبا 500 ريال. طريقة بيع شركة سناب لهذه النظارة كانت غريبة جدا، كانت عن طريق جهاز اسمه سناب بوت، يحطونه لمدة 24 ساعة في مكان معين فقط في امريكا، ويحطون مكانه بالخريطة بموقعهم، فبالتالي لازم تطلع وتروح تشتريه. كذا انتهى هذا الفيديو، لا تنسى تشوف المزيد من الفيديوهات الخاصة فينا من هنا، او اعطينا لايك على الفيديو طبعا وسبسكرايب. اشوفكم في الفيديو القادم، مع السلامة.